السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديالي ما شاء الله هو الجزء الثاني او تتمه لما سبق بالنسبه للمبادره ديال الصحه، او بالنسبه للناس اللي قسموها مساعد في العلاج، او بالنسبه للمسلك ديال النقل والاسعاف. ان شاء الله اليوم اجاوب على جميع الاسئله ديالكم الشائعه عندكم اللي كتبغيو انكم تعرفوا عليها معلومات، وكذلك غادي نعطيكم نماذج الامتحانات كيفاش كيتحطوا، وكيفاش كتكون الامتحان عن طريق ايش طريقة الاسئلة، وكيفاش كتحطوا المواضيع اللي كتحطوا فيهم. ان شاء الله شي كامل نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا، فخليكم معنا. اذا اخوتي بلا ما نطول لكم، دخلوا مباشرة وجاوبوا على الاسئلة ديالكم. واول سؤال عمدوا به هو الناس اللي كتسول واش هذا تكوين او مباراة. السؤال الاول واش هذا تكوين او مباراة؟ بالنسبة للاجابة على هذا السؤال فهذا تكوين ماشي مباراة، هذا تكوين. الناس اللي كتسول على مدة ديال التكوين، إجابة على هذا السؤال هذا، مدة ديال التكوين هو 12 شهر، كتقرا لي موديل 12 شهر. بالنسبة للناس اللي كتسول على شحال السالير، السالير ديال هاد الوظيفة هذه من بعد ما أنك تاخد التكوين اللي كتقرا عليه 12 شهر، وكتاخد واحد الدبلوم وكتدفع المباريات ديالو وكتوظف، السالير هو 4200 درهم، 4200 درهم. وبالنسبه للناس كتسول واش مع الدوله، هاد ملي كتاخد الدبلوم ديالك وكتدفع المباريات ديالو اللي قلنا انك تجي كل سنه على حسب الجهات، مع الدوله كتوظف مع الدوله، وان شاء الله نتمنى لكم الخير فيها، انك توظف مع الدوله ماشي بتعاقد ولا بشي حاجه، فتوظيف كيكون مع الدوله مرسم. اوكي، جاوبنا على مدة التكوين، السالير، جاوبنا على واش هتكون ولا مباراة. نجاوب على سؤال اخر، واش باين النقط ايجاليزي في النيابة او المقاطعة؟ هذا السؤال اللي كيسولوه بزاف بزاف منكم، غنجاوبكم. بالنسبة لبيان النقط، بالنسبة لبيان النقط فهو كتجيبوه من المدرسة الثانوية يعني او الاعدادية اللي قريتو فيها، كتجيبوه منها. والايجاليزي كديرو في النيابه، ايجاليزي في النيابه. ونقطه اخرى اللي نودي نوضح فيها هو ان بالنسبه للمؤسسه اللي قريتو فيها تاخدو من عندهم بيان النقط ديال المستوى الثالث اعدادي، فركزوا عليهم انهم يعطيوك الكاشي جديد يعني ديال هاد السنه هذه، ماشي يكون كاشي قديم غير يطبعوا لك على البيان النقط ويعطيوه لك، لا، يعطيوك بيان نقط يكون فيه كاشي جديد، يعني المدير الحالي ديال المؤسسة دابا يعطيكم كاشي جديد، ماشي ديال الأعوام اللي خديتو فيها السنة التالتة إعدادي. كنتمنى أن يكون واضح هادشي اللي قلت لكم، باش ملي كتمشيو تطبعو في النيابة ما كيرجعوكمش، ما كيقولكمش هذا راه طابع قديم، لا، كيلقاو أنه طابع جديد يلاه خديتي. إذا باش ما تمشيو النيابة تطبعو عليه ما تلقاوش مشكل معاهم. ندوزو سؤال آخر اللي قالت مولاتو، انا ما عنديش مسار كي عندي ندفع، انا ما عنديش رقم المسار كيفاش ندفع؟ بالنسبه للناس اللي كانوا في التصاعد الاعدادي وديك الوقيته ما كانش مسار، فغادي يدفعوا بالرقم الوطني ديالهم، الرقم الوطني ديالهم تما في الخانه اللي طالبين رقم مسار، نتوما ديروا رقم الوطني. سؤال اخر، شنو هما الوثائق اللي كنديروا لهم ايجاليزي والوثائق اللي ما كنعملولوش ايجاليزي؟ الجواب على هذا السؤال هذا، ايجاليزي كنديروه البيان نقط، نعاود نقولها وكنكررها، بيان نقط يكون ايجاليزي في النيابه، في النيابه ماشي المقاطعه. بيان نقط الدوره الاولى والدوره الثانيه ايجاليزي في النيابه. بالنسبه فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالك ايجاليزي في المقاطعه، هادشي فقط اللي كيتقاليزو، بيان النقط اللي في النيابه ولاكارت ناسيونال فوتوكوبي عليها في المقاطعه. الشهاده الدراسيه ما كتعمل لا ايكاليزي لا والو، علاش؟ لانهم قالوا لكم شهاده اصليه، فسمعوا الاعلان مزيان المره الجايه بقاو تقراو وتعاودوا مزيان، شهاده اصليه يعني ما بغينا لا فوتوكوبي لا ايكاليزي ديالها لا والو، بغيناها هي في الاصل هي اللي بغاوها. اذا هاديك ما عاد قالي زوا في حتى شي موضع، لا في بالنسبه للشهاده الدراسيه لا في المقاطعه ولا في النيابه، ممنوع ايكاليزي فيها. او بالنسبه لبيان النقط في النيابه، او بالنسبه
لا كارت ناسيونال في المقاطعة. انا كنقول هذه المعلومات كنكررها لان هاد السؤال هادو كيجيو اسئلة بزاف بحال هاد النوعية هادو، فالناس اللي غتقول لي مثلا كتكرري المعلومة فكنكررها لانهم هاد الشهادة خصو يكون دقيق جدا، يعني اي مباراة ولا شي حاجة مي كيكون فيها انتقاء اولي فخصك المعلومات تحطهم لهم بالتدقيق، فلهذا كنعاود وندقق لكم باش ما تلقاوش مشكل انتقاء الاولي يكون عندكم الوراق ديالكم صاغبين مزيان. سؤال اخر، واش الوثائق بالنسبة للشهادة مدرسية او بالنسبة لبيان النقاط واش نجيبوهم من الثانوي او الاعدادي؟ جواب على هذا السؤال هذا، بالنسبة لبيان النقاط او شهادة مدرسية اللي كتثبت على انك قريتي تسعة اعدادي فخصك تجيبهم من الثانوي، يعني اخر من خديتي الباك، اخر خروج ديالك من المدرسة. فاذا كنتي مثلا قريتي التاسعة وخرجتي منها فغادي ترجع للاعدادي تجيب هاد الوثائق هادو. وبالنسبة للناس اللي كملت مثلا حد النيفو باك، كملت مثلا حد السنكيام، حد مثلا خدات الباك منها، خاطر تمشي للثانوي لان الملف ديالك كيتدفع للثانوي، حيت الملف كيبقى مرافقك من الابتدائي وانت هو كيرافقك ديك الملف ديالك من الابتدائي، كتدفعوا للاعدادي ومن الاعدادي كتدفعوا للثانوي. اذا هتمشي لاخر مدرسه خرجتي منها، اخر مدرسه كنت خرجتي من الاعدادي، اخر خروج ديالك من المدرسه هترجع للاعدادي، كان الخروج ديالك في الباكالوريا يعني في الثانوي هترجع للثانوي، يعني اخر خرجه ديالك من المدرسه ديك المدرسه اللي هترجع تجيب من عندها هاد الوثائق هادو. نمشيو سؤال اخر، واش مساعد العلاج ماشي مشكل الا دفعت بالبكالوريا ديالي او بالنيفو باك؟ واش مساعد العلاج ماشي مشكل ندفع بالبكالوريا او بالنيفو باك؟ صراحة بالنسبة للمساعد في العلاج فهما طالبين تسعة اعدادي، شهادة او بيان نقط ديال تسعة اعدادي، ما طالبينش النيفو باك وما طالبينش الباك، واخا يكون عندك الباك والنيفو باك ويكون عندك حتى الاجازه وحتى الدكتوره فهم طالبين لك الشهاده ديال التاسعه. اذا خصنا نلتزموا بديك الشيء اللي طالبين في المباراه، اننا نجيبو الشهاده ديال التاسعه من الاعدادي او الثانويه اللي كنتو فيها مع بيان نقاط الدوره الاولى والدوره الثانيه. اعيد واكرر، الدوره الاولى والدوره الثانيه. ودابا دوزو نهضروا على امتحان هذه المباراه هذه، نهضروا على بعض الاسئله اللي جاونا بخصوص الامتحان، وكذلك نقول لكم النماذج ونقول لكم الطريقه اللي كتحطوا بها الامتحانات هذو، فبقوا معنا حتى الاخر. فبالنسبه للاسئله وصلنا جوج اسئله، هو واش الامتحان كيكون فرنسيه، وكذلك السؤال الثاني واش الامتحان كيكون كيو سي ام. فبالنسبه للسؤال واش الفرنسيه، نعم امتحان بالفرنسيه، ومن بعد نشرح لكم كيفاش كيكون الاسئله من بعد. والسؤال الثاني واش كيكون كيو سي ام، نعم كيكون كيو سي ام. كتكون سؤال واحد وطبعا ربعات الاجوبه، نتوما كتختاروا جواب واحد واللي يقدر يكونوا جوج اجوبه. وندوز دابا نهضروا على الامتحان. فهادو هما هذا هو النماذج الامتحان اللي جبت لكم انا، حاول اني نكتب لكم بستيلو باش تكونوا مفهومين اكثر، حتى هاد الصور اللي كتشوفوا دابا ما كيبانوش مزيانين، ما كيبانوش واضحين، فكتبته لكم بستيلو. فكما كتشوفوا عندهم هذوما الاسئله. بالنسبه للناس اللي باغين هاد الصور هادو فتلقاوهم في الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك، غنخلي لكم طبعا الموقع في صندوق الوصف، دخلوا تما تلقاو هاد الصور كاملين. وبالنسبه للناس اللي عجبتهم الصفحه بطبيعه الحال يدعمونا بواحد لايك، يعني شاركوا في الصفحه ديالنا ونتبعوا الفيديو ديالنا. فكما كتشوفوا هذا هو الامتحان، كما قلت لكم كاينه 40 سؤال وطبيعه الحال اسئله متنوعه، كاينه اسئله ديال ثقافه عامه يعني بصفه عامه يقدروا يسولكم اي سؤال، وكاين اسئله بطبيعه الحال ديال الصحه، يعني مثلا تقدر تلقى سؤال في حال لو كابيتال سبيريتويل دو ماروك اي، يعني شنو هي العاصمه الروحانيه ديال المغرب. مثلا تقدر تلقى سؤال في حال كومون ابل طون لو فيروس كي كوز لا مالادي دو سيدا، شنو هو شنو اسم الفيروس اللي كيسبب السيدا. يعني كما كتشوفوا هنايا كاينه اسئله يعني مختلفه، يعني نتوقع اي حاجه. فالنصيحه ديالي انكم تراجعوا دروس الاعدادي بطبيعه الحال، تراجعوهم باللغه الفرنسيه، حاولوا انكم تحفظوا بعض الكلمات باللغه الفرنسيه، وكذلك ثقافه عامه، حاولوا انكم تشوفوا لجوجل تكتبوا ثقافه عامه بالفرنسيه، وحاولوا انكم تجاوبوا على الاسئله شحال ما قدرتوا. فانا غادي كنت سنه الفيديو ديالنا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا.
بالنسبه للناس اللي عجبهم الفيديو فما تنكراش انكم تدعموا لنا بواحد لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس بيوصلكم اي جديد، وكنتمنى لكم التوفيق كامل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.